طبعا تابعنا مباراة مصر والسنغال، انتهت بتأهل منتخب السنغال لكأس العالم. للأسف أنا بس عايز أتكلم عن ضربات الجزاء. شفنا أول ضربة جزاء داخل محمد صلاح، طبعا حطها بره خالص، حاجة غير متوقعة من محمد صلاح اللي هو يشوطها بالطريقة دي. فيها صلاح ليه كده يعني؟ يعني أنت بداخل تشوطها كأنك داخل تشوط فاول، مش كده يعني صلاح؟ انت محسسني اللي هي فاول، ضربة حرة مباشرة وفي حيطة واقفة وانت عايز تعدي الكرة من فوق الحيطة، مش كده يا صلاح؟ يعني مش معقول يعني تكون اتهزيت من حارس المرمى. المفروض لاعب زيك وفي امكانياتك وفي وضعك ما يتهزش من الكلام ده خالص، ويكون محافظ على تركيزه وهدوء اعصابه. للاسف صلاح حطها بره طبعا، وده زود العبء والتوتر على اللعيبه، فبالتالي دخل زيزو وراه راح مضيع. ليه كده زيزو؟ يعني انت زيزو عمرك ما ضيعت ضربه جزاء، 22 ضربه جزاء حطيت ال 22، جاي تضيع اهم ضربه جزاء؟ يعني ازاي يعني زيزو؟ ثم انت داخل الجون الثابت معاك وخلاص، يعني الزاويه التانيه مفتوحه شارع، ازاي تحطها في الضيقه اللي هو واقع فيها؟ ويا ريتها اساسا في الضيقه، ده انت حطيتها بره اساسا. ليه كده زيزو؟ يعني ده دليل ان انت متوتر توتر السنين. طبعا وشفنا تالت ضربة جزاء دخل مصطفى محمد. يعني مصطفى انت عمرك ما شوت ضربة جزاء مع الزمالك، جاي تخش تشوت مع المنتخب. للأسف ما فيش نصيب نوصل كأس العالم، قدر الله ما شاء فعل.